بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم المدرب محمد علي شريف. مرحبا بكم في برنامج الحسم المتقدم، حاضر على الإنسان Critical Control Point. من خلال هذا البرنامج إن شاء الله نتمنى أن نستفيد استفادة قصوى، تكون هنالك مشاركة وتفاعل من خلال القنوات المختلفة اللي إن شاء الله هنعرضها لاحقا بإذن الله تعالى. الهدف العام لهذا البرنامج أن يكون كل متدرب قادر على فهم وتطبيق هذا النظام في مؤسسته. إذا كان منشئة تقوم بتقديم خدمة غذائية أو تقوم بصناعة أغذية أو غيرها من المتطلبات الخاصة بتقديم وتحضير وتجهيز الأغذية ومتطلباتها في إطار السلسلة الغذائية food chain. الأهداف التفصيلية لهذا البرنامج يكون كل دارس قادر على تطبيق سياسات policies and procedures and process، سياسات وإجراءات وعمليات نظام الحسم system. كذلك يكون كل دارس قادر على تطبيق وتطوير وتحسين improvement, continual improvement and development لهذا النظام، ويكون كذلك كل دارس قادر على تقييم مستوى performance evaluation، تقييم مستوى أداء النظام والأفراد System and Employees. الفئة المستهدفة لهذا البرنامج يستهدف البرنامج كل المهتمين بجودة Quality and Management، جودة وإدارة سلامة الغذاء Quality and Management and Food Safety Quality، يعني جودة وإدارة سلامة الغذاء بشكل عام. موضوعنا موضوع شيق وموضوع جميل جدا وموضوع مهم في هذا الوقت أو في هذا العصر، سلامة الغذاء. دايما عارفين الفود بون ديزيز، الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، أصبحت نسبتها أكبر من 80%، فبالتالي هذه النسبة كبيرة، فلا بد أن يكون هنالك برنامج وقائي يفي بمتطلبات إدارة سلامة الغذاء، وبالتالي تقليل هذه المخاطر إذا كان كيميائية ولا فيزيائية ولا بيولوجية، chemical, biological and physical. إذن لابد من فهمنا لهذا النظام اللي هو نظام الحسم Critical Control Point، Hazard Analysis and Critical Control Point، HA تحليل الخطر Hazard Analysis، and CCP Critical Control Point تقليل نقاط أو نقاط التحكم الحرجة. وإن شاء الله لاحقا نعرف تطبيق وفهم لهذه المتطلبات الخاصة بسلامة الغذاء ونظام الحسم. حسب هيستوري النظام أو تاريخ الحسم، كانت في شركة بلسبري وفي وكالة ناسا للجيش الأمريكي في بداية هذا النظام، وبالتالي كانت هنالك اتباع لسياسة منع العيوب زيرو إيفكت، بحيث يكون المنتج خالي من أي عيوب، وبالتالي كذلك في إطار مفهوم أوضاع الفشل المود أوف ذا فيليرز، فكان لابد من وجود غذاء آمن يكون هنا في إطاره، يكون هذا الغذاء صحي وآمن ومقبول لأفراد وكالة ناسا منذ ذاك الزمن. أيضا في عام 1985 أوصت الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم اللي هي National Academy of Science بضرورة استخدام مفهوم الحسب كنظام وقائي فعال، وهو بيلعب الدور الوقاية Prevention System من أجل إنتاج أغذية مأمونة، الغذاء يكون آمن. وبالتالي كان لابد من وجود هذا النظام في إطار مصنعي ومنتجي الأغذية، وبالتالي يطبق هذا النظام وفق ما هو مطلوب. وأيضا في عام 1993 وضع هذا النظام تحت إشراف ورعاية لجنة الكودكس، كودكس سيستم أو في إطار لجنة الكودكس للإشتراطات الصحية الغذائية اللي هي CCFH Codex Commission for the Healthy. لماذا الحسب؟ ليه نحن بنطبق الحسب؟ ليه نحن بنهتم بالحسب؟ Why الحسب is important؟ ليه الحسب مهم؟ الحسب باعتباره بيهتم بكل chain، food production chain، من processing، من distribution، من
الريتيل، من بريبريشن، من ستورج، من ترانسبورتيشن، نقل هذه الأغذية وتخزينها وتداولها، الهاندلينج، وكل التفاصيل الخاصة بنظام سلامة الغذاء. وإذا لاحظنا في هذا الشكل بنلقى أنه مطبق عليها ما يسمى ب Safety from farm to table، يعني هذه السلسلة من المزرعة للمائدة، يعني أن يكون الغذاء آمن من المزرعة إلى المائدة. أي طريق يتم فيها معالجة أو تخزين أو نقل أو أي تدخل أي تدخل في هذه الأغذية لابد أن تكون يعني وفق ما هو مطلوب، إذا كان طبخ أو إذا كان إعداد أو إذا كان تجهيز أو إذا كان نقل أو إذا كان تخزين أو إذا كان معالجة، لابد أن يكون آمن إلى أن تأتي الوجبة يعني صحية وآمنة مقبولة لمن؟ لمتلقي الخدمة. فبالتالي نظام الحسب نظام وقائي يعي بكل التفاصيل الخاصة بالسلسلة الغذائية، وبالتالي يعتبر نظام مهم. كذلك لكي نفهم هذا النظام بشكل كبير ولكي يعني نفي بمتطلبات نظم سلامة الغذاء بشكل عام، define the processing step، عشان نفهم العملية ك input and output and activities، كمدخل ومخرج وعملية وأنشطة وتغذية راجع كعملية، يعني هذا النظام كعملية لابد أن نفهم كل متطلباته. في الإطار العام يهتم سلامة الغذاء بـ receiving and storage and preparation, packaging and storage and distribution، كل تفاصيل من تخدير ومن تعبئة وتغليف وتوزيع هذه الأغذية وتقديمها واستلامها، كل التفاصيل. فبالتالي لا بد من الاستفادة بمتطلبات هذه العملية الـ processing. What is حسب؟ يعني شنو حسب؟ ما معنى كلمة حسب؟ كلمة حسب تخص تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة. حسب is a system that identifies, assess and control the biological, chemical and physical hazards that are associated with the food production or the practices to prevent potential problems before they happen. هنا هذا النظام يهتم بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، وهو نظام يحدد ويقيم ويتحكم في المخاطر المختلفة إذا كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية. وهذه المخاطر كما نعلم أنها مرتبطة بإنتاج الغذاء أو ممارسة يعني أو يعني تداول هذه الأغذية أو التعامل معها لمنع المشاكل المحتملة قبل حدوثها. فبالتالي هذا النظام نظام وقائي يقيم ويتحكم في جميع المخاطر في العملية الغذائية. مزايا هذا النظام، advantage of the حسب system، هذا النظام له مزايا في الأبعاد المختلفة. أولا هذا النظام نظام وقائي prevention system، والوقاية خير من العلاج، prevention better than cure، يعني الوقاية خير من العلاج. فبالتالي نحن نهتم بالنظافة وبتهيئة البيئة وبالاهتمام ببيئة العمل لكي يكون هنالك غذاء آمن من خلال فحص، من خلال اتباع سياسات وإجراءات وعمليات، وبالتالي تحقيق هدف مهم اللي هو أن الغذاء يكون صحي وآمن ومقبول، ensure food safety. طريقة منظمة ومتابعة جيدة للمنتج خلال جميع المراحل أو مراحل الإنتاج والتداول والتوزيع، هذه نقطة مهمة. يعني في النظام ده يعني احنا بنتبع طرق وأساليب ومنهجيات لكي يكون هنالك تداول الهاندلنج اند ديستريبيوشن وتوزيع هذه الأغذية بالشكل المطلوب. بالتالي إذا تم نقل هذه الأغذية أو توزيعها أو تداولها يكون في وضع آمن، يزيد من ثقة المستهلك في المنتج. أو هذا النظام نعم المزايا يزيد من ثقة المستهلك. طبعا إذا نحن طبقنا سلامة الغذاء أو طبقنا السلامة في هذا الغذاء ده إذا كان مصنع حيكون وفق ما هو مطلوب، إذا كان غذاء معد للاستهلاك حيكون وفق ما هو مطلوب. فبالتالي ننال ثقة المستهلك، customer satisfaction and customer focus، نضع العميل في بؤرة الاهتمام،
والعميل في هذا الوقت في هذا الثمن مهتم ويعرف معلومات ويعي لمتطلباته واحتياجاته expectation، ويعرف كل ما عليه من خلال تقديم ومن خلال الاهتمام بتفاصيل الجودة حتى ولو كان فهمه بسيط. يؤدي هذا النظام إلى جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لوسائل سلامة الغذاء، وبالتالي ضمان فاعلية في إنتاج غذاء مأمون. هذا متطلب مهم، النظام ده بيوفر لنا وسائل مهمة لكي نضمن وينشور فود سيفتي، لكي نضمن فاعلية هذا النظام في إنتاج الغذاء فود برودكشن، وبالتالي فود سيف، أن النظام أو الغذاء يكون آمن وفق ما هو مطلوب. أيضا من هذه المزايا يمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي، يعني الاهتمام بالصحة، الاهتمام بصحة العاملين، بصحة الأغذية، بصحة البيئة أصبح مهم في خاصة في ظل تفشي الأمراض وفي ظل يعني تردي البيئة وبالتالي تلوثها، وعدم الاهتمام بهذه الجوانب تؤدي لمخاطر كبيرة جدا. جميع العاملين تقريبا يكونوا معنيين بتطبيق نظام الحسب، وهذا يشعرهم بأهميته، ويؤدي ذلك إلى رفع كفاءتهم ويزيد من إحساسهم بالمسؤولية تجاه سلامة الغذاء، وبذلك تصبح المنشأة معنية بالرغبة الغذائية، وهذا أيضا يقلل بدوره من الحاجة إلى عدد مرات زيارات التفتيش وعدد المفتشين بالنسبة للجهات الرقابية، الفود إنسبكترز والفود أوديترز والكواليتي أوديترز، المنسقين ومدققي الجودة ومفتشي الأغذية. هؤلاء يكون على علم ودراية بنظام تفتيش ومراجعة هذه الأغذية، فبالتالي هذا النظام يوفر لهم كثير من الأعباء والمتاعب في إطار تفعيل دورهم بشكل ذكي وليس بشكل متعب. فهذا النظام يعني معني بالرقابة الغذائية، وبالتالي يوفر لك نظام دقيق تقدر من خلاله يعني تتابع الانحرافات الديفيشن والديفكت والأخطاء وفق ما هو مطلوب في الزمن المناسب وفي الوقت المناسب. ونظرا لطبيعة نظام الحسب، هنا لابد أن يتوفر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنيا بتطبيق نظام الحسب. عندنا فنيين، عندنا يعني شيف، عندنا ويترز، عندنا يعني كل مقدمي الأغذية ومحضري الأغذية واختصاص التغذية والمتخصصين في الغذاء والتغذية، يعني الفود نيوتريشن ساينس، علم الغذاء والتغذية وعلم الزراعة وعلم البيطرة وعلم الإنتاج الحيواني، كل المتخصصين من علم الصحة العامة وعلم الكيمياء، كل اللي ممكن يشارك في هذا النظام وممكن يشارك في إنتاج غذاء آمن، واللي ممكن يشارك في السلسلة الغذائية واللي المجالات لها علاقة بالغذاء والتغذية، لابد أن يفوي بمتطلبات هذا النظام، يكون على تدريب، يكون على معرفة ومهارة knowledge and skills، ويكون على تدريب كافي بأن يوفروا متطلبات أو بأن يطبقوا هذا النظام ويحسنوا ويطوروا من أدائه وفق توعية ووفق تدريب فعال. ومعنيه أنه أي منشئة تكون جادة في تطبيق هذا النظام، طبعاً زي ما عارفين كثير من الدول أصبح هذا النظام فيه إلزام، السعودية وغيرها من الدول، الإمارات ودول الخليج والدول الأوروبية اهتمت بهذا النظام بشكل كبير جداً وأصبح شبه إلزام إذا كان نظام الحسب أو نظام الأيزو 22. فهذا النظام طبعاً أكيد حيقلل لهم من التكلفة وحيقلل لهم من المشاكل والأعباء اللي ممكن تكون في إطار تحقيق أهدافه ك system that provides practical needs of educating employees in the food establishment. لابد من هنا يعني يوفر هذا النظام طريقة عملية لتثقيف العاملين، awareness، يكون good awareness good training، فبالتالي هذا النظام يوفر كثير من الأعباء والمشاكل. كذلك من المزايا انه يقلل من فرص سحب المنتج من السوق، برودكت ايكوال، المنتج اذا كان ما مطابق غير مطابق
non-conformities في صناعته أو في تحضيره، نحن أكيد حنسحبه من المستهلك. فبالتالي ليه المنتج ده يمشي للمستهلك وهو غير آمن وغير صحي وغير مطابق للمواصفات المطلوبة؟ المنتج ده لما نسحبه أكيد حيكون في حيترتب عليه تكلفة، وحيترتب عليه معنويات، وحيترتب عليه عدم ثقة، وحيترتب عليه جوانب كثيرة. وبالتالي نحن من البداية يكون عندنا نظام وقائي يكون في إطاره توقعات دقيقة للمشاكل قبل حدوثها. كذلك من مزايا نظام الحسب يسهل مهمة الترتيش بالنسبة للجهات الرقابية، ويفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية، يعني يكون عندنا ثقة عالمية. فبالتالي هذا النظام يوفر كثير من التكاليف في إطار تعاملنا مع الرو ماتيريال، المواد الخام والبروسيسنج، العمليات الإنتاجية والأوبريشن والبيئة العمل والورك انفايرمنت والأفراد الإمبلويز. وبالتالي يكون هذا النظام في إطار تطبيقه كبيربوس أوف أبلاينج ذا حسب في إطار الحماية الكاملة من الأمراض الناشئة، protection against food borne diseases، من الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء. وفي إطار هذا النظام كمزايا لابد من معرفتنا به أنه يخفض التكلفة، يخفض تكلفة الفاقد نتيجة لاسترجاع المنتج، lowering the food losses as a result of recalls. كذلك يخفض تكاليف تحليل الأغذية، lowering the cost of the food analysis. وجان نقطة مهمة هنا إنه بيرفع كفاءة نظام التأكيد على الجودة، increasing the efficiency of the quality assurance system. وبالتالي من مداياه إذا تخيلنا وإذا فكرنا في إطار عملنا وحسب خلفيتنا، إنه هو بيخلق سمعة جيدة، protecting the reputation، بيخلق سمعة جيدة، فبالتالي نكسب ثقة العميل. مجالات تطبيق هذا النظام areas of the application of the HACCP system في النواحي الزراعية، نحن قلنا safety from farm to table، food safety from farm to table، من المدى على المائدة، كيف تزرع هذه الخضروات والفواكه، وما هي الأسمدة، وما هي المواد التي تستخدم في الزراعة والتي تستخدم في تحسين العمليات الزراعية، وكيفية يعني كيف التعامل مع كيفية التعامل مع هذه الخضروات والفواكه وأي نوع من العمليات الزراعية. وبالتالي مختلف مجالات إنتاج الأغذية طبق هذا النظام في مختلف مجالات إنتاج الأغذية، في كافتريات، في مطاعم، في تحضير، في تجهيز، preparation، handling، زي ما ذكرنا. أيضا التوزيع والتسويق للأغذية، يعني ممكن كل الأماكن اللي ممكن تتعامل مع الأغذية في إطار تسويق أو في إطار توزيع وتسويق، وكذلك تقديمه للمستهلك، ممكن يطبقوا هذا النظام في إطار يعني تسويقي راقي، في إطار تسويقي قائم على الجودة وقائم على المعرفة بمتطلبات سلامة هذا الغذاء. أيضا أثناء تقديم الغذاء في منشئات الخدمات الغذائية، في مثلا أقسام تغذية علاجية clinical nutrition department، كذلك في تقديم الخدمات الغذائية في جميع الشركات مثل شركات البترول وفي الفنادق وفي المطارات وفي الحج وفي جميع المعسكرات الغذائية التي تقام في كل الشركات وفي كل الأندية الرياضية وغيره. فبالتالي سلامة الغذاء في كل الجوانب، أيضا الاستخدام بواسطة المستهلك الكونسيومر. أهداف هذا النظام objective of HACCP system، الهدف الرئيسي لهذا النظام هو ضمان سلامة الغذاء ensure the food safety، وأيضا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتلافي حدوث المخاطر والتخلص منها أو خفض احتمالات حدوثها. يكون عندنا procedures to prevent من كل المخاطر all type of hazards biological, chemical and physical، وبالتالي نخفض reduce the risk، نخفض كل المخاطر ونتحكم control the pollution، نتحكم في التلوث بأنواعه من خلال اهتمامنا بالبيئة، اهتمامنا بالمعدات equipment and devices،
بل environment ببيئة العمل من خلال نظافة وتطهير و cleaning and sanitation والاهتمام بجميع متطلبات سلامة البيئة والhygienic practices والunhygienic practices الممارسات أو الممارسات الصحية وكذلك التدريب على التخلص من كل السلوكيات غير الصحية. ويعتمد هذا النظام أيضا على التأكد من سلامة الغذاء من خلال الالتزام بالخطوات الستيب المتبعة أثناء تصنيع أو توزيع المانفاشن أو بريبريشن أو ستورينج زي ما ذكرنا أو ديستريبيوشن أو استخدام المنتجات الغذائية للتعرف على الأخطار والاحتمالات تواجدها أو حدوثها. وقد أدى التعامل مع هذا النظام لتحول مفهوم صلاحية الأغذية من مجرد اختبار للمنتج النهائي إلى إجراءات عديدة للتحكم الوقائي procedures to control عشان نقدر نتحكم في كل levels في كل all type of levels في كل المستويات في كل المراحل خلال عملية إنتاج وتصنيع الأغذية. إذن هذا النظام لا غنى عنه وهو نظام متكامل يستعمل 7 أسس لتحليل أي عملية غذائية مع تحديد كل المكان والخطورة المحتملة بصوره الثلاثة إذا كان ميكروبية أو كيميائية أو طبيعية في مختلف مراحل التصنيع زي ما ذكرنا. وبالتالي نطبق هذا النظام في إجراءات تحكم رقابية تقلل من جميع أنواع المخاطر كما ذكرنا سابقا. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله عندنا لسه مراحل ومتطلبات وسياسات وإجراءات نستطيع من خلالها نطبق هذا النظام ونفهمه بشكل جيد. حنستمر إن شاء الله من خلال قنواتنا المختلفة لكي نناقش ولكي تكون هنالك مشورة علمية وتبادل خبرات وأمثلة وأسئلة لكي نستفيد أكثر إن شاء الله. نلتقي في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله.